باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أهلا وسهلا فيكم. اليوم نحكي عن أهمية أنه مش لازم نأخذ قرارات أنانية في حياتنا. حياتنا رح نواجه كتير أمور لازم نأخذ فيها قرارات، وهاي القرارات ممكن تشمل ناس آخرين. لازم ننتبه حالنا أنه ما نأخذ قرارات أنانية. ربنا وصانا أنه أحب قريبك كنفسك، عشان هيك لما نأخذ قرار لازم نفكر بالإنسان اللي جنبنا اللي ممكن يتأثر بهذه القرارات. لما نتبع وصية ربنا دائما الله بباركنا وبيجازينا كحسب تعبنا. عشان هيك يا أخوتي لازم دائما نفكر أنه نحط وصية ربنا كأهم شيء بحياتنا وما نعمل قرارات أنانية. لازم نكنز كنزنا في السماء مش على الأرض. الله يبارككم.